مساء الخير يا ولاد. ألوغ نكملوا تاني، نكملوا المراجعة. تحضر لي الفرض الأول. دوكا راني رايحين نديرو التمرين الثاني، داكور؟ ألوغ فتقدروا ديروا بوز لا فيديو باش تشوفوا التمارين. فوالا دونك نبداو فيه. إذن التمرين يقول إليك العبارتين P و S، حيث P يساوي ناقص 15 في ناقص 7 في ناقص 3 في زائد 2.5، و S تساوي ناقص 0.8 في زائد 3 في ناقص 1.25 في ناقص 41. السؤال الأول، أحسب كلا من P و C، حساب P و S عفوا. دونك نحسبوهم. كي يكون جداء أعداد نسبية واش نديرو؟ نطلع هذا شوية. دونك P يساوي ناقص 15 في ناقص 7 في ناقص 3 في زائد 2.5. دونك المرحلة الأخرى الثانية، دائما هنا كاين أقواس نحطو فيهم كامل الأعداد بدون إشارات، في 3 في 2.5، وهنا نديرو الإشارة نشوفو شحال كاين الأعداد السالبة مباشرة. 1 2 3، 3 عدد فردي، دونك كاين 3 أعداد نسبية سالبة وهو عدد فردي، دونك الناتج يكون سالب. ومبعد نديرو شحال الناتج هنا. دقيقة كان ماما، دقيقة أختي 15 في 7 في 3 في 2.5 يساوي 787.5. S بنفس الطريقة، سهل جدا، ناقص 0.8 في زائد 3 في ناقص 1.25 في ناقص 41. نفس الشيء نحطو قوسين الأعداد هذوك بدون أقواس، بدون إشارات، ونشوفو شحال كاين أعداد السالبة. كاين 1 2 3، دونك الناتج يكون سالب. إذن S يساوي ناقص 0.8 في 3 في 1.25 في 41 يساوي 123، ناقص 123. اكتب العدد بي على اس، 5 قسمة 123 تيجال. دونك اكتب العدد بي على اس على شكله الكسري. دونك بي على اس يساوي 787.5 على جو بونس. خصنا نعاود برك العدد هذا، 5. فوالا دونك ستان بوان كيفي هي فاصلة 15 في 7 في 3 في 2.5. فوالا دونك 787.5 ديفيزي باغ 123 على شكله العشاري، عفوا ماشي كشكله الكسري، على شكله العشاري، ويساوي بالتقريب 6.2439 إلى آخره. السؤال الثالث، أوجد القيمة المقربة إلى 1/100 بالنقصان ثم بزيادة للحاصل. دونك القيمة المقربة، القيمة المقربة وشنو هي؟ تكون القيمة المقربة هذيك بيسك إلى 1/100، يعني برقمين بعد الفاصلة،
واحد على 100 هو 0.01، دونك برقمين بعد الفاصلة. دونك هذا هو، عندنا زوج أرقام بعد الفاصلة، هذو هما. ومن بعد بالنقصان إلى واحد على 100 هي 6.40، ناخذه كما هو. وبزيادة القيمة المقربة بزيادة إلى واحد على 100 هي 6، نزيدو له 0.01، 6.41. داكور، دايما القيم المقربة باغ اكزومبل لو كان جات إلى واحد على 10 تكون يكون فيها رقم واحد فقط بعد الفاصلة. إلى الوحدة هو الجزء الصحيح فقط. إلى واحد على 100 نأخذ رقمين بعد الفاصلة، ومن بعد هذيك بالنقصان ناخذوها من الحاصل هذاك العدد العشاري، وبالزيادة نزيدو له بيسك إلى واحد على 100 نزيدو له هذاك بالنقصان 0.01. ثم رابعا، ما هو مدور إلى واحد على 10؟ المدور إلى واحد على 10، في المدور نشوفه كي يكون المدور إلى واحد على 10، ذلك المدور يكون عنده رقم واحد فقط بعد الفاصلة، بيسك واحد على 10 يعني عنده جزء رقم واحد فقط، كما 0.1 عنده رقم واحد فقط بعد الفاصلة. ومن بعد المدور كي يكون عنده رقم واحد فقط بعد الفاصلة باش نلقاوه، نشوفه إلى الرقم هوليك صافي يكون هكذا. واحد يقول لي هو 6.4 أستاذة، بصح لازم تشوفوا للرقم الذي يلي الرقم الأول بعد الفاصلة، بس عندنا شرط في المدور، إذا كان هذا العدد أصغر تماما من 5، يعني سواء يكون 0, 1, 2, 3, أو 4، المدور يكون هذا. إذا كان هذا الرقم الثاني بعد الفاصلة أكبر أو يساوي 5 فما فوق 5, 6, 7, 8, 9، فالمدور سوف يكون 6.5 وليس 6.4. في هذه الحالة احنا عندنا 0 هو تحت 5 تماما، دونك المدور هو 6.4. لو كان عندنا هنا 6.4, 5, 2, 4 etc، المدور سوف يكون 6.5 هنا ماشي 5 هذاك لهنا، باسكو نزيدو له واحد لهذا. داكور، فوالا، هذا بالنسبة إذن لتمارين الجبر، نكتفي بهذا الحد.